اسامه حسني. ازيك يا سام؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ حضرتك الحمد لله كله تمام والله. مارس رياضه وبتلعب كوره ولا مفيش؟ لا بلعب طبعا. تلعب كم مره في الاسبوع؟ يعني قول كم مره في الشهر. كم مره في الشهر؟ كم مره في الشهر؟ لا مش كم مره في الاسبوع. ليه انت ماشي رياضه؟ لا لا نلعب. لا طبعا نلعب على طول يعني بنمشي على قدنا كده. اخبار الاعلام انت بتنافسنا جامد قوي في الاعلام. لا لا احنا بنتعلم منك. لا يا حبيبي ربنا يخليك. حضرتك يعني قامه وقيمه وتاريخ وكلنا بنتعلم منك. لا يا حبيبي كتر خيرك. اخبار الاسره ايه؟ كلها بخير؟ والله كله زي الفل الحمد لله. كل الامور بخير بفضل الله يا رب دايما. اخبار الكره المصريه معاك انت شايفها ازاي؟ والله الكره المصريه بصراحه عارف انت راجل كده ما تحبش لا كده ولا كده. انت كده يعني محتاجين يبقى في شغل اكتر من كده. محتاجين يبقى في تخطيط اكتر من كده. محتاجين القاعده تبقى مظبوطه. قاعده الهرم انت مش هتبني هرم من فوق لاهتمام بالفريق الاول في كل الانديه. قاعده هي قاعده الناشئين. الناشئين قاعده الناشئين. انت مش راضي عن الناشئين؟ سالت الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد طبعا الدولي لكره اليد اللي مشرفنا طبعا شخصيه عظيمه. سالته السؤال قلت له ازاي نعمل النهضه زي اللي حصلت في كرة اليد وانت كنت اول واحد بناها يا دكتور حسن واسستها. جيت على الوتر. نبدا منين؟ علشان يبقى مصر تتحط في المنافسات الدوليه والعالميه طبعا ما يبقاش تمثيل مشرف. بالظبط. قال لي حاجتين. قال لي الاهتمام بقاعده الناشئين يبقى عندك مسابقات ناشئين كويسه تفرز ناشئين للفرق الاولى والمنتخبات. يبقى عندك بطوله دوري ممتاز منتظمه بمواعيد منتظمه بحضور جماهيري. حاجتين دول لو اشتغلنا عليهم هتبقى كرة القدم المصرية بتنافس الأندية العالمية. طيب احنا لسه كنت بتكلم دلوقتي في الانترو هنا بتكلم على الجزئية بتاعت احنا ما عندناش غير راس حربة واحد مصطفى محمد. وتيجي تبص النادي الأهلي بيحاول يتعاقد مع راس حربة وأندية ما فيش. وتيجي للمنتخب لا عندك باك ليفت ولا عندك راس حربة. دي مسؤولية مين؟ خلي بالك جزء منها طرق اللعب اللي اختلفت. كان زمان كنا بنلعب براسين حربة في الملعب وتلاقي راسين حربة في ال 18 قاعدين بره والاثنين بيغيروا والاثنين بينزلوا. دلوقتي طرق اللعب بيقول لك وينج يمين وينج ليفت راس حربه وحيد. طيب وبقى راس المدرب ممكن يوظف لعيب نص ملعب يلعبه راس حربه. فدي حتى ادت يعني ما بقاش في الاهتمام كتره في المركز ده. لما يعني ضغط على الفرقه طبعا التاني. زائد قطاعات الناشئين. هرجع اقول قطاعات الناشئين هي اللي ليها الاولويه في العيون بقى اللي تختار اللعيبه وتوظف اللعيبه والكلام ده كله. احنا لسه هنتكلم بقى في الموضوع ده اللي انت لعبت في الحته ديت الناشئين النادي الاهلي وصلت فيها لحد ما طلعت الفريق الاول ولعبت في الفريق الاول وبسم الله ما شاء الله مسجل 58 هدف. الحمد لله اكثر مني يعني. احنا سعداء بوجودك معانا. هنشوف تقرير كده صغير ليك هتشوف احنا بنعمل حاجه بسيطه للي انت قدمته ونرجع بعد كده بقى نتكلم في كل حاجه. اتفضل.